طيب أنت تتحدث على قيمة انتخابات الأهلي. نعم. حدث شعبي. نعم. من الخارج تشوفه إزاي؟ أنا أعتقد أنه كلمة الأهلي أصبحت ترتبط ارتباطا شرطيا لدى من يسمعها بالاحترام بالقيمة، وهذا يعني شيء يشرف أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي أنا بسميها الجمعية العمومية بتاعت الأعضاء والجمعية العمومية الكبيرة اللي فيها شباب الأهلي وجماهير الأهلي. دي الجمعية العامة. شديدة الجمعية العامة. الجمعية العامة. ودي الجمعية العمومية. صحيح. أنا يعني في كل الانتخابات ببقى شايف جماهير الأهلي من غير أعضاء الأهلي اللي جايين عشان ينقلوا وجهة نظرهم لأعضاء الأهلي وهم يؤدون واجبهم الانتخابي وبيبقوا كاتبين لهم رسائل وشيء عظيم جدا. اليوم الأمور يعني أيسر إعلاميا لأنه بإمكاننا وده اللي حصل في الانتخابات الأخيرة أنها كانت منقولة على الهواء تقريبا. صحيح. كانت منقولة على الهواء من البداية للنهاية. لكن الـ 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 القاعدة اللي بتؤسس اليوم هي أنه قناة الأهلي بحيادية تامة كوسيلة إعلامية خاضعة للنادي الأهلي ولجمعية العمومية للنادي الأهلي يجب أن تمارس هذا الدور بإذن الله كل 4 سنوات من أجل أنها تقدم النموذج للآخرين لأنه هكذا هو الأهلي. دي رسالة قناة الأهلي وإدارة قناة الأهلي وإدارة النادي الأهلي لعموم القنوات في الأداء المنضبط أو الرسالة المسؤولة. أنا الحقيقة سعادتي الكبيرة أنه الأهلي أصبح يغرد في سرب الاحترام وحده. نعم وحده، لأنه مصلحتنا شيء واحد هو مصلحة النادي الأهلي ومصلحة جماهير النادي الأهلي ومصلحة الجمعية العمومية للنادي الأهلي. لكن الأهواء التي تدار بها بعض المنابر الإعلامية الحقيقة أصبحت مثيرة للأسى.